طيب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المفروض في الفيديو ده هنروح على السيرفيس بتاعتنا ونعمل الفانكشن بتاعه الاد يوزر. تمام، قبل ما اخش على السيرفيس في واحد يقول لي يا اسلام انا ايه، انا لاحظت واحنا بنعمل مثلا الشيء انت اهو، لو عملت اد دي فيها فول نيم، جبت الحاجات دي منين؟ المفروض هقول لك انك انت اللي عامل هنا يوزر نيم فول نيم، ده مش صح. اللي جوه الاري ده تمام، انت كتبت فاليو، دي حاجه فاكرين لو كنت شغالين اتش تي ام ال عادي خالص، اللي هي اتش تي ام ال عاديه تمام، اتش تي ام ال بيور خالص تمام، كان في حاجه اسمها فاليو تدي له ايه قيمه، يعرض لك الايه الانبوت بالقيمه دي حاجه زيها تمام. فانا هشيلهم عادي خالص، اهو 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 ولا اي حاجه، هروح هناك، هروح اهو ابديت تمام، اهو مفيش اي حاجه، هروح في الاد ولا في اي حاجه، تمام جدا. اذا هندينا الحته دي، تعالوا بقى نروحهم تمام. في فين بقى هنروح؟ في السيرفيس بتاعتنا، في الايه، في الستودنت سيرفيس، هنعمل فانكشن هنسميها اد ستودنت تمام. اهو اول حاجه هقول له ريتيرن تمام this dot http student dot post، عشان تعمل اد تعمل البوست تمام، هتدي له ال URL this dot URL student تمام، وهتدي له ايه الاوبجكت بتاعك، المفروض هنا بياخد student صح ولا غلط؟ بياخد ايه؟ student اهو اهو تمام، هنا اديت له URL ومفروض هنا بتدي له ال student تمام جدا. كده انت عملت الفانكشن بتاعت الايه ال student. بس اذا هنا المفروض لو رحنا في السبرينج بس نشوف حاجه على السريع كده، هنلاقي ان هنا في الفان في الكنترولر، في عشان تعمل بوست تكتب ايه http local host 8080 system students زي ما انتم شايفين كده، عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل بوست تمام. فهو المفروض هنا خلاص هي this to user name to URL student اهو، اللي هي ال URL بتاعتي تمام، وبتدي له ال student. اذا كده تمام، ما فيش اي ايه مشكله تمام. انا كنت مفكر ان في حاجه زي الكريتيريا ديت تمام كنا هنحطها، لكن دي بوست اذا ما فيهاش اي حاجه، اهي البوست تمام، سيف ستودنت اهي ما فيش اي حاجه وكله تمام تمام اهو. خلونا بقى نروح فان، نروح في الاوبشن كومبوننت تمام. اول حاجه في الدن هعمل student تمام اهو stu equal new student، هديله اول حاجه الاي دي مش هديله طبعا تمام، خلينا نعمله const بالمنظر ده، بس برضه بيطلع لنا error new student. طب تعالى نروح لل student كده عشان عاملين constructor، خلينا الكونستراكتور نشيل منه الاي دي لان الاي دي مش هنحتاجه تمام. هنروح هناك تمام ونعمل ستودنت تمام، ونديله هنا اول حاجه هيكون ايه this dot get username تمام اهو. تاني حاجه هيبقى ايه this dot get age، طبعا لازم يكون زي ايه هناك، هنروح هناك كده طبعا، هنا طلع لنا ايرور تمام عشان الاي دي تمام، ايا كان اهو الفول نيم والجندر والاج، ركزوا معايا الفول نيم، التاني حاجه الجندر مش الاج، يبقى اذا هنا this dot get gender وبعدين الاج بعدين ايه الفون والادرس تمام، نشيل دول لان مش عاوزينهم اهو تمام اهو
الفون، وفاضل ايه اخر حاجه؟ this dot get address. لازم يا جماعه يكونوا بايه؟ لازم يكونوا بالترتيب. خلينا نعمل دي كونست مثلا. تمام، اذا كده تمام. فاضل السيرفيس، عملنا لها انجكت؟ لا لسه ما عملناش انجكت. هنقولهم سيرفيس ستودنت، هناخد اوبجكت من ايه؟ من السيرفيس ستودنت. طبعا اسمها ستودنت سيرفيس. تمام، ستودنت سيرفيس، تمام جدا. وهنا حاجه اقول له this dot student او service student، هنسمينا فوق ايه اهو. تمام، هقول له this dot service student dot add. في هنا حاجه غلط، احنا عاملين برايفت، المفروض نحط برايفت يا جماعه. تمام، برايفت. تمام، دوت اد ستودنت، وادي له الايه؟ الستودنت بتاعي دوت سبسكرايب. تمام، وهنا اقول له ايه الريسبونس بتاعي. تمام اهو، اقول له ايه كونسول او اليرت سكسس اد. تمام كده كل حاجه تمام. تعالوا كده نعمل تجربه ونشوف هل الدنيا فعلا ايه هتمشي معانا ولا لا. خلينا نعمل مثلا اسامه. تمام، الاد 20، الادرس ايا كان، الفون اهو هنا، الميل ولا في ميل؟ ميل، دن. تمام، تعالوا كده نسبكت في الكونسول. طبعا طلع لنا ايرور. ايرور بسبب ايه؟ بيقول لك اي دي نوت ديفاين. اذا عندنا هنا مشكله، بيقول لك الاي دي از نوت ديفاين. تمام، فهنا الايرور بيقول لك اي دي از نوت ديفاين. تمام، خلونا بس في البدايه كده. تمام، نروح هنا هنرجع في الستودنت الاي دي بتاعنا. تمام اهو، وهمسح الداتا كرييتد، انا مش عاوزها لان احنا كنا متفقين من الاول ان هو اللي بيعمل لي داتا كرييتد. تمام، اذا الاي دي معايا. تمام، خلينا ندي الاي دي. تمام، هو فين؟ خلينا ندي الاي دي هنا، هنقول له مثلا سالب واحد. تمام، خليه بسالب واحد يا جماعه، هو اوريدي اصلا هو هيكريت، احنا عاملين الاي دي اوتو انكريمنت، فهناك هيديله اي دي من عنده، بس احنا هنحط له سالب واحد. لما نيجي في الابديت هنشوف هنهندل دي ازاي. خليها بس بكلمه مبدئيه انيشال سالب واحد. تمام، ونعمل سيف ونروح هناك. هقول له هنا اسامه احمد، الاج مثلا 25، الادرس ايا كان، رقم التليفون ايا كان، ميل ولا في ميل؟ ميل، هنعمل اد، هنعمل دن قصدي اهو سكسس اد. تمام اهو، هنروح على الستودنت تحتي. تمام، هلاقي اسامه احمد والرقم وكل حاجه. تمام، اذا الاد اتعملت، فاضل بس حاجه بسيطه عشان برضو الاد تكون خلاص اتقفلت. احنا بنعمل دن، المفروض اوديه على الستودنتس. هعملها ازاي؟ واحد يقول لي الراوتر لينك، هقول لك صح، بس الراوتر لينك وكل حاجه تمام، لكن مش عاوزين نعملوها في الايه؟ في الاتش تي ام ال. انت ممكن هتيجي تعمل ايه؟ راوتر لينك، اما ده دن، دن بينفذ اللي بيحصل في الايه؟ في الفانكشن اسمها دن. اذا الكود بتاعنا هيكون هنا. عاوز اعمل اكتر من ايه؟ اكتر من ستيب في الخطوه بتاعت الريسبونس. هعمل القوسين بتوعي وهنشوف هنهندل الدنيا دي ازاي. اذا الاليرت ده خلاص مش عاوزه، انا عاوز هنا انقله على ايه؟ على ايه؟ كومبوننت ثانيه. بتتعمل ازاي؟ هنا في الكومبوننت احنا كنا على طول بنعملها في الراوتر لينك. بنعمل راوتر لينك لو في البيج اتش تي ام ال، ويديله باك سلاش واسم اليو ار ال بتاع الكومبوننت. طب هنعملها هنا ازاي؟ هنروح نعمل انجكت للراوتر بتاعنا. تمام اهو، هقول له راوتر
طبعا لازم يبقى برايفت يا جماعه، برايفت اهو اوف الراوتر بتاعي اهو تمام. وحاجه هنا اقول له this dot router dot navigate by url، وهدي له url بتاعي. url بتاعي بيقول ايه؟ باك سلاش. طب كده مسكره عشان انا مش فاكر بصراحه. هنروح في المديول هقول له students تمام اهو كنترول اس. تعالوا هناك هعمل اي حاجه بقى اختصارا للوقت تمام اهو 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 دن. اذا اهو ده اللي احنا ضفناه. اذا كده انا وصلت اللي انا عاوزه وكل حاجه وكل حاجه يا جماعه تمام. تعالوا بقى نرفعهم الفايل بتاعتنا على جيت هاب، وزي ما قلت لكم يا جماعه هنهندل بتاعت السلب واحد ديت هنشوف هنعمل فيها ايه تمام. هو اريد اصلا لما يجي يعمل اد هو مش بيحتاج الاي دي، لكن دي برضو حاجه هتفرق لنا ما بين الاي دي ما بين السيف والابديت. هنشوف دلوقتي او هنشوف في الحلقه الجايه قصدي هنشوف الفرق ما بينهم. اذا هنروح نعمل نيو ايشيو تمام. هقول له ايه؟ هقول له اد ستودنت تمام تو داتابيز اساين يور سيلف سبميت نيو ايشيو. هاخد دي كوبي هروح هناك تمام اهو. هعمل في سي اس او هنعمل ادي الاول جيت اد في سي اس. هعمل كوميت كنترول في. هعمل كلوزس كوميت اند بوش كوميت اند بوش بوش. عمل بوشنج وكل حاجه تمام. هروح هناك هيعمل لي كلوزد. ما عمليش كلوزد ليه؟ تاني اعمل لي ريلود. حطينا الكومنت بتاعت اهي والكلوزد اهي وكل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، ولو في اي حاجه مش واضحه او قصرت في اي حاجه تواصل معايا. هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.